السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ورد في هذه السورة الكريمة سورة الحاقة من عذاب، هل هو للكافر الذي لا يؤمن بالله أم يشمل ذلك أصحاب الكبائر من المؤمنين؟ الكافر الذي لا يؤمن بالله والمشرك والمنافق لا شك أنهم المعنيون بالدرجة الأولى، ويشمل عصاة الموحدين الذين عندهم كبائر دون الشرك، هؤلاء معرضون للوعيد، قد يعذبون وقد يعفو الله عنهم، لكن إذا عذبوا لا يخلدون في العذاب كما يخلد الكافر والمشرك. نعم.